كيف الجو برا؟ على ذمة هذا المذيع غائم جزئيا. اختنقت، جاي عبالي شمهوة. هلا جوزك ليلك ناوي يحطك بالمنفردة ها؟ من غير شي شوي لك هبلة، الرجال مفتاحه معروف. خيلك ولك أنا بقرف منه بقرف منه. خليكي قرفانة عن إذنك، رايح أشوف الأولاد، لا تنسي اللي قلت لك عليه. على الأقل بتمتصي شوي. وائل الله يخليك، خليني اطلع برات البيت، والله طقت روحي، ضاق خلقي كثير، شو عبالي اتنفس. عم تضحك علي مثل المدارس؟ قلتي لحالك بفتل له عقله. بيقوم بيقول لي تفضلي ست ليلى اطلعي من البيت، روحي سيبي على حل شعرك. لا وحياة الله، لا والله ما كان هيك قصدي. مدك سانك وليه؟ مدي! لا 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 ليه متعلم الحركة؟ احكي! احكي! هلا بسألك انت الشارع. احكي وليه؟ مالك يا زلمه جاني بالخوت انت؟ ايه جاني يا بالطب لسان مرتك، اما بصير حديث ثاني ها؟ شوف ولك اصحى جيب سيرة مرتك، والله بقطع لك لسانك. ابو احمد المره جاي عم حاكيك حكي، المره جاي في غير حديث. ايه روح ايدك بتعطيك، شو مالك بالخوت؟ ادخل واحد مجنون ادخل. الهام ولك عينك تناديني كمان؟ والله ولك عم بده يحرقني. يحرقك؟ ليش انت شو مساوية؟ شو الدنيا سايبة؟ الله يخليكي، لا تكوني انت والدهر علي. اسكتي، ما اريد اسمع حسك، يلي بيده الله بيزيده. الهام؟ الهام؟ يا زلمة للساعة 11 المساء وأنا واقف على الدور بالكازية، وقت وصل دوري كحشونا. تعال تعال اشرب شاي أبو. خير شو القصة؟ أخي البرا حامي. شو هالحكي؟ إن شاء الله ألف مبروك. يرب عزك عمي وائل. الله يخليك. بس هي ما بتمرق هي. بدي أكلة فشي. إيه براسي. ليش حكيتي عن الهام دي؟ أنا؟ والله ما حكيتها، والله ما حكيتها. قال أنسة مدرسة قال.
عم اضحك معي. خلصنا بقى روقينا. عم لك روقينا شبكي. شكلك حكي مع الهام وين؟ ايه ها؟ الهام؟ الهام ردي علي. خير ست ليلى، وش تريدين؟ مشان الله لا تزعلي مني. والله والله لولا خوفي من رب العالمين لكنت انتحرت من زمان. خلص خلص سامحتك، ما في داعي تنتحرين. عن جد؟ يعني صار فيها لبان؟ اخ من قلبي الطيب بس. يا سيدي لوين اخي؟ والله العظيم ولا اللي فكيته. ما شو احسن ما فكينا كرامتك. يا حوين التعب والمصاري، الله لا يوفقهم، هدوا كل شيء. اي صاحبك بيحط لي هالعبسه وبيقول لي مشهوشه، هن بيهدونا ونحن بنعمن. وخذ على مصاري. لو كان هون كنت مثل القط. قط ابو الهوى؟ شو رايك نروح نبارك له؟ أصلاً أنا ما بعرف بيته. بعدين وائل ما بيحب يدخل رجال غرب اللي عنده على البيت. أوف، كل هالصحبة ما يفوتك بيته؟ يسألك سؤال، مرته أنست مدرسة ما؟ أنت ليش عم تسأل عن مرته للزلمة؟ طلع على شغلك وحاجة تعلي. يلا حروك. سلام لله خيو. صاحبك ابو ليلى وينك؟ صار الدار خالته ها؟ بل بقينا متي يا مرا، حاج متي متي متي. ليش كنت البارح مقبور على بكير؟ والله خفيت وما حسيت. ليش ما فيتني؟ الخدعة حالي اجت على ايدها ورجلها، احسن ما نتمسى بها الخلقة. طلع من البيت ما في، بدك تضلي محبوسة هون مثل الكلبة. والله اختنقت. رجع بالي اتنفس. ايه؟ بدك تتنفسي؟